مرحبا، أنا اليوم كنت رح أعمل الحلقة وأنا كتير مبسوطة، بس أنا هلأ كتير معصبة وزعلانة لأنه أخوي رمى على راسي لعبة صغيرة ووجعتني كتير، بس ماما حطت لي تلج على راسي وخلص قالت لي أخوكي ما كان قصده. مين منكم بيكون فرحان وفجأة بيزعل؟ كلنا. مزبوط، كلنا هيك بنكون مبسوطين بصير إشي فجأة بضايقنا وبعدها بنزعل. يعني شوفوا مثلا هالأغنية اسمها كان فرحان صار غضبان على قناة فلافي. شوفوا كيف الأطفال رموا الطابة على واحد فرحان، قصدي على إشي فرحان، قصدي على طابة فرحانة. يي صراحة أنا مو عارفة شو هو، بس إشي كبير ومدور وبضحك خاصة بس يزعل. شوفوا شو بيعمل، خلينا نشوف الأغنية مع بعض. أنا بركض 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 وبشوط الطابة. أنا بركض 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 لا أمسك بامبو. لا لا توفي. بركض 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 لا أمسك بامبو. حاسة أكيد بعد ما شفتوا الأغنية برضو أنتوا مو عارفين هو طابة ولا إشي ولا واحد. المهم إنه كان يضحك وخليتكم تضحكوا وأنا بطلت معصبة. بس إذا بتحبوا رورو حاولوا لما تعصبوا تعدوا للعشرة قبل ما تتصرفوا أي تصرف. وإذا حابين تشوفوا الأغنية كاملة شوفوها بالرابط الموجود أسفل الفيديو بالوصف. يلا باي باي.